مؤيد ومعارض وغير مهتم، انقسم الفرنسيون بعد المناظرة التقليدية المتلفزة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبين. 3 ساعات من النقاش حضرها أكثر من 15 مليون مشاهد. يتفق كثيرون أنها لن تكون المحطة الأخيرة، فالمعركة الحاسمة ستكون في الجولة الثالثة، حرب سيخوضها الجميع ضمن الانتخابات التشريعية القادمة. أنا متأكد أن هناك دورا ثالثا للانتخابات. لدي خيبة أمل كبيرة. أعرف الكثيرين ممن سيمتنعون عن التصويت بعد هذه المناظرة، وهذا لن يخدم الانتخابات التشريعية. الانتخابات التشريعية نوع من التوازن في السلطة حال نجح أحد من الاثنين. أما عن الجاليات المسلمة الفرنسية التي تابعت الحدث، فلم يفاجئها عزم مارين لوبين على حظر الحجاب في الأماكن العامة. أكدت عليها في الديبا، يعني هي تقر بذلك، يعني قبل الديبا، يعني هو موجود في البرنامج تاع ماري لوبان. أعتقد أن هذا يأثر عليها، وخاصة الجالية الإسلامية والعربية يعني تكون منحازة أكثر للرئيس المترشح ماكرون، وخاصة الرئيس المترشح أعتقد أنه أول مرة يراسل عميد باريس حتى يأكد على التصويت الجالية لصالحه. لم يغب أنصار ميلانشون عن المشهد، كثر من مضوا باختلاق الدعابات والسخرية على برامج كلا المرشحين، خاصة ما يتعلق بالتضخم والأجور وزيادة القدرة الشرائية. فالبعض يرى أن الرابح الوحيد في تلك المناظرة لا لوبين ولا ماكرون، إنما زعيم أقصى اليسار ميلانشون. يتفق كثيرون أن الساعة 3 من المناظرة لن تغير نتيجة الاقتراع يوم الأحد المقبل، حتى لو كانت هذه المبارزة خطوة مهمة في الانتخابات الرئاسية. بلقيس نحاس، قناة الغد، باريس.